حضراتكم. يعني مهم جدا جدا اننا نفكر في مبادرات اجتماعيه نساعد بيها كل محتاج، ومهم كمان انها تكون بافكار جديده، حاجه مبتكره، يعني زي ما بيقولوا نفكر دايما بره الصندوق. يعني يا سلام بقى لو كمان شارك فيها شباب صغير، يعني شباب لسه مش، حتى مش هنقول بقى في العشرينات والخمسة وعشرينات والثلاثينات، لا شباب صغير جدا، بحيث بقى بمرور الوقت يبقى التكافل ثقافة مجتمعية منتشرة بين كل الأجيال. الحقيقة دايما بنحب من خلال صباح الورد بنركز على كل ما هو إيجابي، كل ما هو بيدي كده زي ما قلنا لكم امبارح بيدي تفاؤل. شباب صغيرين زي ما سمر قالت يعني ما كملوش يمكن ال 17 سنة. هنقف في الفقرة دي وهنتكلم عن نموذج الحقيقة بيستحق ان احنا نقف عنده، ان احنا نشيد بيه. هم طلبة في ثانوي الحقيقة عملوا مبادرة اسمها ساندويتش على الحيط. ما كنتش فاهمة معناها ايه ولا ايه فكرتها، ده اللي هنعرفه من يعني ضيوفنا النهاردة، محمد مجدي ومحمد عصام. محمد مجدي، محمد عصام، بنصبح عليكم وصباح الورد. بس خلينا نقول يا جماعه تليفوناتنا مفتوحه، اي حد حابب يشارك معانا تليفوناتنا هتكون قدام حضراتكم على الشاشه. صباح الورد عليكم. عاملين ايه؟ انا عايزاكم الاول تعرفونا على نفسكم كده واحد واحد. ابدا يا محمد. محمد مجدي. تعالي صوتك كده بقى. محمد مجدي 16 سنه من مدينه العبور. اوكي. ومحمد؟ انا محمد عصام 16 سنه من مدينه العبور. انتوا صحاب مش اخوات يعني او قرايب او كده صح كده؟ صحاب. طيب قولوا لنا بقى ايه ساندوتش على الحيطه؟ يعني واحنا بنتكلم وانا بقدم الفقره بقول ساندوتش على الحيطه مش فاهماها، فنبدا بمحمد بقى فهمها لنا وانت تكمل انت، يعني خلينا ايه اسره مع بعضينا بقى كده. قول يعني. تمام. حضرتك ساندوتش على الحيط دي مثلا حضرتك رايحه تشتري ساندوتش، فبتشتري ساندوتش زياده وبتحط البن على البنر اللي على الحيط، بيجي واحد محتاجه يقوم جاي واخد البن على البنر على طول ويقدمه بطريقه مباشره، عشان ما هي دي طريقه غير مباشره، نوع من انواع المساعده. صح كده يا محمد؟ ليه؟ التكافل. هايل، برافو عليكم. بس هي الطريقه غير مباشره عشان ما يبقاش المحتاج ده محرج ان هو يطلب اكل او يطلب فلوس عشان يجيب. قول لي يا محمد الفكره جات لكم منين؟ يعني انتوا فكرتوا كده، هل لقيتوا في ناس محتاجه ومكسوفه تقول ان هي جعانه مثلا، ولا الفكره جات لكم ازاي؟ وانا كنت راجع انا محمد من درس وشفنا واحد بيطلب وبيقول للراجل اللي بيعمل سندوتشات اقسمه نصين عشان هياكله هو واحد تاني. يعني في الفكر يعني دي الراجل ده ما كانش معاه تمن اللي هو يطلب سندوتش تاني، مش قادر يجيب اتنين فهياخد واحد ويقسمه مع واحد نصين. تاني. اوكي. طيب قول لي الفكره دي انتوا عاملينها فين؟ يعني معممينها مثلا ولا عاملينها في منطقه سكنكم بس؟ منطقه قريبه مننا عشان نقدر نتابع يعني. اللي هي فين بقى عشان الناس كلها طبعا هتجري تروح على هناك؟ في العبور. وبتفكروا بقى ان انتوا تعمموها او يعني تخلوها مثلا في التجمع في الرحاب؟ خلي بالك العبور المستويات عاليه، يعني نزلوا اماكن فقيره شويه. احنا حاولنا ننزل كذا مكان في وسط البلد وكده بس ان الناس هناك كتير، وان شاء الله هننزل وعايزينها تبقى ثقافه الناس. ثقافه في بلدنا ان الناس تخش تلاقي البانر ده محطوط على الحيط يبقى حاجه عاديه، عشان المحتاج بياخد البون ده ما يبقاش مكسوف وهو بياخد البون. زي بره كده كل، بس ده يمكن المحلات نفسها بتعملها ان هي بتبقى عامله وجبات للناس اللي مش قادرين يشتروها. يعني بيبقوا حتى سايبينها كده عشان اللي عايز يدخل ياخد على طول من غير زي ما انت بتقول ما يتكسف. طب قول لي يعني المحل نفسه اللي انت عملته فيه ده، يعني المطعم نفسه، انت اخترت المطعم ده عشان في واقعة حصلت قدامك؟ وهل صحاب المطعم ما جوش قالوا لك ايه ده او لا او مش عايزين نعمل حاجه زي دي، ولا هم رحبوا بالموضوع وشاركوا معاكم؟ لا بالعكس، هم رحبوا جدا يعني. هم لقوا ان الموضوع فيه حاجه خير وكويس ورحبوا جدا. طيب خليني اسالك يا محمد، انتوا اولى ثانوي صح كده؟ طبيعي انا عندي ولد بس اصغر منكم شويه حلوين كده، لما بيجي مثلا يقول لي انا عايز اعمل حاجه اقول له لا اقعد ذاكر الاول، خلص مذاكرتك، مش عارف اعمل ايه. هل لما انتوا جيتوا تعملوا ده اهاليكوا بقى، مامتك ومامته وباباك وباباه، ما جوش قالوا لكم ايه لا مثلا ما مش وقته؟ لان طبعا اكيد انتوا بتنزلوا بتتابعوا الفكره وبتشوفوا مين عمل ايه حط ايه، اهاليكوا بقى كان دورهم ايه في الموضوع؟ احنا صراحه في الاول ما كناش قايلين لهم، كنا زي مفاجاه. الله عليك. بحب انا مفاجات الابناء دي، بحبها. اللي هو اتخضر ايه حضرتك بتعمل ايه؟ وبعدين بقى لما صورنا لهم البانر وكده رحبوا بالفكره والفكره عجبتهم ودعمونا. دعموكوا ازاي بقى؟ يعني نفسيا وماديا، يعني عجبتهم الفكره يعني.
طب ده هي. طب قولوا لي بقى، بما ان انتوا شباب كده زي الورد لسه يعني في مراحل الطلوع، طبعا السوشيال ميديا والانترنت والحاجات دي مش هتبقوا متوصلين فيه، يعني مش محتاجه ان انا اسالكم على حاجه فيها. قولوا لي ازاي يعني، اولا هل في بيج للمبادره دي؟ ما حاولتوش تعملوا بيج توصلوا تعملوا جروب مثلا توصلوا لاصحابكم في المدرسه في السكن جنبيكم؟ عملتوا بيج؟ عملنا بيج. اسمها ايه؟ على الحيط اون ذا وول. على الحيط اون ذا وول دي برضو بتشارح فيها، انت عامل شرح للفكره؟ تمام. وفيها حوالي كام حد دخلها؟ هي لسه عاملينها امبارح تقريبا، واصله تقريبا. هي الصور معانا، هي انت لسه عاملينها امبارح؟ اه. اوكي، ده ايه بقى ده؟ لمين ده؟ ايه ده؟ مش ولا ده الشرح؟ ده الشرح المبادره نفسها اللي بنحطه في المطعم. طب المطعم، يمكن سمر دلوقتي كانت بتسالك بتقول لك المبادره او المحل وافق ولا لا؟ انت قلت لها اه ما كانش عنده مشكله. طيب خليني اسالك، هل ما حصلش ان هو برضو ساعدكم؟ بمعنى ايه؟ انه مثلا الساندوتش ابو 10، او طبعا مفيش حاجه ب 10 خلاص، طبعا انا بحلم صح، ابو 20 يقللوا شويه مثلا، يقول لك ايه الثاني ارخص شويه، يعني يقلل في الكوست بتاعته او في التكلفه بتاعته. لا احنا ما عرضناش عليه حاجه زي كده. هو ما عرضش عليكم ان هو يقلل من ال؟ احنا ما رضيناش نعرض عليه حاجه زي كده، عشان احنا كنا عايزين نوافق بس، يعني كان همنا ان هو يوافق عشان نعمل المبادره دي لاول مره. هتكبروا المبادرة زي هلا، هتنزلوا في محلات تانية تبدأوا تعرضوا عليها نفس الفكرة؟ هي بطريقتين. الطريقة ان احنا ننزل ونعرض على كذا مطعم، والطريقة التانية ان في شباب في المحافظات بيكلمونا لان هم عايزين يطبقوها في محافظتهم، عشان احنا اكيد مش هنقدر نغطي المحافظات دي كلها. اكيد، واكيد في محافظات كتير محتاجه، يعني زي ما نرمين كانت بتقول، يمكن حتى منطقه العبور شويه لو بدانا ننزل بقى في المناطق التانيه. تمام. كنت بسالك قبل ما نبدا، والسؤال ليك برضو، انت شايف ان يعني انا كنت لسه بقول لك، يعني هل مثلا لو في ساي مثلا 5 ريسيتس او يعني كوبون للساندويتش على البورد المحطوطه دي على الحيطه، تمام؟ تمام. ممكن واحد يدخل يقول لك انا عايز مثلا انا وعيالي ومش عارف ايه، وهو ممكن ما يبقاش محتاج قوي، فالحته دي بتتهندل ازاي؟ هي يعني من ناحيه ان هو يعني ما بينه وبين الناس، كده كده البانر ده بيبقى محطوط قدام ناس من المطعم، الناس اللي شغاله، بس ما بيبصلوش بنظره استحقار، ما بيبصلوش لا طبعا ما نقصدش كده، انا اقصد بالعكس، انا اقصد ممكن حد يبقى قادر ان هو يشتري الاكل ده، بس لما لقى الفكره دي ولقى ان هي فور فري ببلاش، يقول لك طب انا معيش فلوس وعايز اخده. مبدئيا حضرتك من اول ما بتدفعي حق الساندوتش بنيه ان هو خير، فخلاص ده كده سواء بيروح صح للحد اللي محتاجه. تمام. حاجه ثانيه، ان ما تكسفش من نفسه وتكسف من ربنا. الله عليك. بس طيب خليني اسالك يا محمد، عملتوا المبادره دي ومبادره جميله جدا، وان انتوا ولاد صغيره، وان انتوا فكرتوا في حاجه خير ان انتوا تعملوها. شايف بقى من وجهه نظرك ان الموضوع ده احسن، ولا ان انا اساعد بفلوس حد يكون افضل؟ انا شايف الموضوع ده احسن، ان الناس يعني محتاجه الاكل، بدل ما ادي فلوس لحد فيضيعها في اي كلام فاضي، لكن انا اساعده حاجه حد ياكل. يعني صح كده؟ طيب تقول ايه بقى كده وانتوا زي ما بقول رجال اعمال صغننين جمال، ربنا يحميكم ويكرمكم، كل واحد الكاميرا بتاعته اهي، وقولوا حاجه لاصحاب بقى المطاعم، للناس اللي انتوا عايزين يشاركوا معاكم في المبادره علشان تكبروا كمان المبادره. هبدا بيك يا محمد. وانا بقول للمطاعم يعني اللي مثلا اللي هي تحاول تنشر الفكره، ممكن تطبق الفكره هي انها تنشر الفكره المبادره. تمام. انا نفسي الفكره تنشر على مستوى مصر. يا رب ان شاء الله. تمام. انا احب اقول لهم يعني يا ريت بالنسبه للشباب يفكروا بره الصندوق، يفكروا في افكار تساعد الناس اللي هي مش مسموع لها صوت. وبالنسبه لاصحاب المطاعم، نفسي طبعا يعني حتى لو هم مش هيعملوا الموضوع ده احنا هنساعدهم، بس هم يساعدونا بالموافقه. ان هم يوافقوا اصلا ان دي حاجه زي دي تحصل عندهم. انتوا قلتوا لي عندكم كام سنه؟ 16. 16، شكلكم اصغر من كده. يعني يا جماعة، يعني مش أكتر من كده رسالة، يعني شباب زي ما انتوا شايفين عندهم 16 سنة لسه في أولى ثانوي، فكروا فعلا خارج الصندوق، يعني هو عايز يساعد، عايز يطبق حاجة يمكن في الدول اللي بره بتتعمل بس في مصر لسه ما وصلنالهاش، عايز أقل حاجة، واحد غلبان مش لاقي ياكل عايزه ياكل، يعني ده كله، أنا قادرة أجيب ساندوتش ب 10 قروش مفيش مشكلة، لما أجيبه ب 20 أحط واحد زي يعني جنبيه زيادة، واللي يجي غلبان ومحتاجه فعلا هياخد. ومحمد أصلا يعني على فكرة أحرجني جدا في رد من الردود، بجد عجبني رده جدا، قال لي لا يعني طول
ما انت عامله خير هو ربنا هيوديه لحد كده بتاخدي الثواب طبعا. كمان فمن فضلكم يعني احنا بنناشد من هنا بقى اصحاب المطاعم كلهم، الناس اي حد عنده فكره يقدر يساعد بيها حد محتاج من فضلكم. صاحب المطعم بالعكس ده هو دي حاجه هتزود لك دخل، يعني انت انا بدل ما باجي اخد واحد هاخد اثنين او ثلاثه او وات ايفر كام واحد يعني. فمن فضلكم نحاول نوسع الفكره ونحاول نشتغل فعلا نخلي دي ثقافه مصر ونحاول نعمل حاجه اكبر، يعني نحاول ناخد شباب زي دي مثال لينا ونكبر معاهم مشروع زي ده ممكن يعالج حاجات كتير جدا وممكن يساعد ناس كتير جدا. برافو عليكم، فخورين ان عندنا شباب صغنن كده في مصر جمال. احنا بنشكركم شكرا جزيلا. محمد حمدي صح ومحمد عصام محمد مجدي ومحمد عصام شكرا ليكم شرفتونا وصباح الورد عليكم. طيب عندنا فاصل سريع هنرجع بعد الفاصل بقى لكل العرايس او العرايس يعني لو عندهم اي سؤال او اي حاجه فقره مهمه جدا. نروح لفاصل ونرجع بقى بعد الفاصل بفقرتنا اللي جايه.